عدم الالتزام بقرارات السلطات العمومية هذه راهي تجعل صاحبها عرضة للمتابعة والمساءلة الإدارية والقانونية والقضائية. كاينين عندنا في الجزائر بعض المسؤولين رافضين فكرة الجزائر الجديدة، رافضين فكرة دولة الحق والقانون والحريات، رافضين فكرة باش تنزل رحمة ربي على الشعب والشعب يتهنى، رافضين باش يهنيه ويفتحوا المجال أمام الشباب، رافضين باش تولي الديمقراطية هي سيدة الموقف، رافضين باش يشاركوا المجتمع المدني في صناعة القرار، رافضين باش يخلوا الفاعلين في المجتمع يقدروا يطالبوا بالحقوق ويوصلوا لها. هذو اللي راهم رافضين لهذا التوجه موجودين في كل المستويات الوطنية الولائية والبلدية، وما كلمة إلا ولاية كباقي الولايات اللي بطبيعة الحال فيها مثل هذه الممارسات وفيها مثل هذا النوع من المسؤولين. وهذا النوع من المسؤولين، هذا النوع من المتموقعين في بعض مفاصل العمل، هذا يعطلوا التنمية المحلية بكل قدراتهم، يسبوا الاضطراب والاحتقان الشعبي ما استطاعوا إليه سبيله. تتحرك، تبطش، تريد أن تعطل هذا المسار. يا ناس ها يكفي وش صرا في البلاد، ويكفي وش عانت الناس، ويكفي وش انتظرت الناس، والصبر كما قال هذاك الشاعر صبرنا حتى مل الصبر من صبرنا، خلوا رحمة ربي تنزل. هاي جات كما يقول لك جابها ربي سبحانه وولات المسيرات الشعبية المباركة، الحراك الشعبي اللي كان يعبر على أغلبية الجزائريين. أنا لا أقصد المسيرات الأخيرة، هذه شيء آخر، الحراك الشعبي الأصلي الأول اللي كان يعبر على عموم وأغلبية الجزائريين والجزائريات، الحراك الشعبي اللي كان يقول الجيش والشعب خاوة خاوة، ماشي هذه المسيرات اللي ترفع فيها بعض الأطراف عبارة المخابرات إرهابية. هذه لا تمثلنا ولا نسكت عنها ونحن بريئون منها كل البراءة. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.